من أمام بوابة معبر بيت حانون إيرز شمال قطاع غزة، كأقرب نقطة يمكن أن تصل لها هذه الأم كي تعبر عن كامل تضامنها مع ابنيها الأسيرين المضربين عن الطعام منذ أكثر من أسبوعين رفضا لسياسة إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين. كل التحية وقول لهم والله ما أنتم كلكم عزة، وإن شاء الله ربنا بيقف معكم بحرركم، تنزلوش عن مطالبكم، عن ما تفكوش ضربكم إلا متحقق جميع مطالبكم بإذن الله تعالى. رسالة العالم كل اللي يقف معنا، حط قضية الأسرة في سلم الأولويات. كل واحد عنده ضمير حي، عنده رخوة، يحس إنه فهمي ابنه كيف يكون شعوره ما نعرف إنه ابنه 18 يوم ما شربش لا مي ولا أكل ولا ماي ولا مي. رمزية اختيار هذا المكان لمثل هذه الفعاليات يرى فيه بعض العاملين في مجال الأسرة أنها الرسالة الأقوى للاحتلال، أن الأسرة الفلسطينيين داخل السجون لهم حاضنة شعبية وفصائلية تدعم كافة خطواتهم حتى تحريرهم. أقرب نقطة إليه وهي نقطة بيت حنون، معمر بيت حنون، لنؤكد أننا باتجاه زاحفون باتجاه مساندة الأسرة ودعم الأسرة بكل ما أتينا من قوة، وهذا ما يؤكد عليه المشتركون اليوم. بالإضافة لذلك أن لدينا الكثير من أوراق الضغط وآليات الضغط من الممكن الاعتماد عليها وتصعيدها، وخاصة لتتزامن مع تصعيد الحركة الأسيرة في داخل السجون. أما الفصائل الفلسطينية فاستثمرت هذا التواجد لإيصال معاناة الأسرى في السجون لكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية. المؤسسات القانونية والحقوقية والقانونية والإنسانية في المجتمع الدولي عليها ألا تغمض عينيها أكثر عن حقيقة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا البواسل، وعليهم أن يكونوا أكثر إنصافا بقوة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لهؤلاء الأسرى الذين يدافعوا عن الحرية ويدافعوا عن كرامة الشعب الفلسطيني. ويذكر أن قرابة 100 أسير يضربون عن الطعام رفضا لسياسة إدارة مصلحة السجون المتمثلة بوجود أجهزة تشويش مسرطنة داخل أقسام السجون، إضافة لباقي سياساتها القمعية. هذه الرسائل الشعبية والفصائلية على اختلافها وأهميتها، إلا أنها تبقى بحاجة إلى أن تصل إلى أصحاب القرار والمنادين بأهمية حقوق الإنسان كي يرفع الضيمة عن الأسرى الفلسطينيين. من أمام معبر بيت حانون إيرز، محمد أبو ناموس، الغد، غزة، فلسطين.